واقع اخرى تتعلق بمدير اخر سبق ان اعتقل في اشخاص اخرين يتعلق بواقع هذه الحجز مبلغ كميه ديال 40 طن تتعلق بالمخدرات وقدم اصحابها الى المحكمه الجديده وادينوا وقال هؤلاء الاشخاص من هم ومن الشحنين من تعود ومن جنداهم ومن 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 هو صاحب المخدرات وادينوا اللي حتى الشخص الذي قلنا هو صاحب الشحنه اللي نتفاجأ باننا نفس الشحنه ونفس الكميه ونفس الملف الذي سرقوا ايدين من هؤلاء الاشخاص يحرك من جديد ويقال ان هؤلاء الاشخاص هم اصحاب الملف يجوز الحوايج اما ان هذوك الاشخاص اللي كان الكلام بالسي الحاج بن ابراهيم صحيح ديال الاشخاص القابعين في السجن ياخذون عقوبات الدولار وبعد ذلك واما ان هؤلاء الاشخاص فعلا هم اصحاب المخدرات فالسي سعيد ومعاه يقضون عقوبه يقضون يعني السجن الاحتياطي الدولار وبعد ذلك